الصباحية كلها حب وخير على كل مستمعات للولاتي من داخل وخارج المغرب، وتحية خاصة جدا للمستمعين الأوفياء للاستماع للولاتي والميد راديو مباشرة من المؤسسة السجنية عكاشة في الدار البيضاء، وتخليدا اليوم الوطني للسجين، ودائما في إطار الإذاعة القريبة منكم إذاعة ميد راديو. جينا هنا من خلال كل برامجنا باش نكونوا مع النزلاء والنزلات مباشرة من هذه المؤسسة السجنية عكاشة، باش يعني نرفعوا عليهم شوية، نتقربوا من الواقع ديالهم، نهونوا عليهم ونواسيهم، والأهم من هذا كله على أننا نزرع فيهم أمل الحب الحياة أكثر من بعد انتهاء المدة السجنية. أكيد على أنه بحضور ضيوف من خلال برنامج اللامولاتي ومن خلال ساعتين من التوقيت، فالساعة الأولى حاضرة معنا الأستاذة فاطمة أقبيش، واللي هي مديرة المؤسسة السجنية النسوية عكاشة عين سبع جوج. كذلك غتكون حاضرة معنا في الساعة الثانية من 11 ل 12 أخصائية النفسية غزلان الحجري، غادي نعرفوا معهم واقع النزيلات ديال المؤسسة السجنية المحلية النسوية بعكاشة. أهلا بك أستاذة فاطمة أقبيش، مديرة المؤسسة السجنية النسوية، كنشكرك بزاف ومرحبا بك. شكرا، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بك ايضا. مرحبا بي انا ايضا. الله يبارك فيك استاذة فاطمة. اليوم من خلال برنامج اللامولاتي، واللي معروف على انه كيعنى وكيهتم بكل ما كيخص المرأة المغربية، وبتواجدنا اليوم معكم في المؤسسة السجنية النسوية المحلية بعكاشة، نبغيو نتكلموا انت مع بحضور ديالك كمديرة المؤسسة السجنية على واقع المرأة النزيلة هنايا. نزيلة يعني من اللي كيتحكم عليها كتجي مباشرة باش انه تقضي المدة السجنية، المدة ديال العقوبة ديالها، كتكون عايشة حياتها عادي على برا، كتكون يعني عايشة الحرية ديالها، هذه أهم حاجة. فكيفاش كتعاملوا ملي كتدخل هنا وكيتسد باب الحرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للدخول أو قدوم السجينة إلى المؤسسة السجنية، تتكون عليك منظرة سوداوية للحياة، يعني يتم الاستقبال ديالها من طرف مكتب الاستقبال، يعني بعد ما دس بعد في مكتب الضبط القضائي حول التأكد من شرعية الاعتقال ومن هوية السجينة، يتم الاستقبال ديالها من طرف مكتب الاستقبال والتوجيه، حيث تستفيد من المقابلة الفردية، يتم تدارس الحالة الشخصية والنفسية والاجتماعية، يعني وكنحاولوا ناخذوا اكبر قدر من المعلومات حول الاسباب اللي جابتها المؤسسة السجنية او اللي سلبت لها الحرية ديالها. بعد ذلك يتم التوجيه ديالها للطبيب المؤسسة حيث تستفيد من معاينة طبية او الممرضة، ثم الاخصائية النفسية. يعني من الاول كيف ما قلتي كتكون عندها في الاول واحد نظرة سوداوية ملي كتدخل للحياة. اكيد على انه كتكون مفزوعة مخلوعة، ما عارفاش هذاك المؤسسة اللي غادي تدخل لها، اكيد على انه باش تقضي العقوبة السجنية. ولكن كيف ما قلنا كيكون باب الحريه ملي كتدخل كتلقى امور اخرى ما كتعرفش كيفاش غادي تتعامل معها، فانتوما من خلال الدور ديالكم كتكونوا كتحاولوا انكم تساعدوهم قدر الامكان. كيف ما قلتي كاينه اخصائيه نفسي، وحنا غادي نتكلموا في الساعه الثانيه رفقه الاخصائيه النفسي على هذا الجانب النفسي. الا تكلمنا على المرافق والفضاءات، بغيو الناس يعرفوا اليوم حنا بحضورنا معكم في المؤسسه السجنيه اشنو عند النازلات، يعني من خلال المرافق والفضاءات ديالهم. بالنسبة للجناح النساء فهو معزول على جناح الذكور، ثم هناك دار الأمهات اللي تم التشين ديالها من طرف صاحب الجلالة نصره الله بتاريخ 27/7/2013، والتي هي بادرة طيبة ووحيدة في المغرب، لأنها عبارة عن بناية تأوي فقط السجينات الحوامل والمرفقات للأطفال ديالهم، منعزلة عن سجن النساء. وهذا الفضاء هذا كيتكون من 12 غرفة، وفي كل غرفة كتكون فيها سريرين، يعني نزيلين وسريرين للأطفال، وبها ثلاث شعب: حياكة الجلباب وخدمة الطوابق والخبازة والحلويات. كما أنها الدار الأمهات كتأوي على واحد القاعة ديال الألعاب ديال الأطفال، وكذلك قاعة تسخين وفسحة وقاعة للرياضة وقاعة للجلوس وعيادة طبية وكذلك قاعة للزيارة. هذا بالنسبة لدار الأمهات. فيما يخص الجناح النزيلات العادية فهو كيتكون أيضا من جناحين به أربع طوابق،
وبه ست شعاب للتكوين المهني. يعني تا هما كيكون عندهم فرص. حنا غادي نتكلموا على طريقه الادماج ديالكم هنايا مع النازلات. بالنسبه للنازله في الزنزانه يعني ديالها كتقسم هذه الغرفه مع شحال من نازله؟ يعني المعدل ديال النازلات في كل زنزانه. بالنسبه كيف ما قلت في دار الامهات ان الغرفه كتقسم مع نازله اخرى بالطفل ديالها. اما فيما يخص الجناح الخاص بالنساء فهناك غرف تأويد 8 نازلات الى 10 نازلات. لان هناك الطريقه ديال التصنيف ديالهم، يعني واش كتقسموا النازله في الزنزانات على حسب كل سجينه الخطا اللي اقترفته، يعني الجناح ديال المجرمات ديال القتل، السرقه، الدعاره وغيره، والناس اللي جاوا غير على الشيكات عاديين؟ يعني كاين الناس اللي عندهم مستوى تعليمي متفاوت، كيفاش كديروا؟ لا احنا كنخدموا مبدا التصنيف، مبدا التصنيف المعتقلين، يعني الاحداث بوحدهم منعزلات عن الكبار، يعني اقل من 18 سنه هناك لهم جناح خاص بهم ولهم فسحه خاصه بهم، يعني بمعزل عن جناح النساء. بالنسبه لمبدا التصنيف نقوم بتصنيف الاحتياطيات عن المحكومات، كذلك نقوم بتصنيف مجموعه المعطيات التي هي عباره عن استمارات التصنيف. يعني كنحددوا من البدايه من الاول كنحددوا التصنيف من خلال التنقيط. يعني بالنسبه شنو كتقصدي بها استاذه فاطمه؟ التنقيط، يعني هناك تنقيط على كل معطى من المعطيات للسجينه. مثلا هناك نقطه عن الجريمه، نقطه عن المده المتبقيه من العقوبه، نقطه عن السوابق الاجراميه، نقطه عن السن، ونقطه عن الحاله العائليه. فمجموع النقاط هو الذي يحدد التصنيف كل معتقله على حده. يعني صنف ألف مجموعة بوحدهم، وصنف باء مجموعة بوحدهم، وصنف هذا يعني بالتنقيط باش كيتم يعني تصنيف النازلات داخل الغرف. يعني مثلا أصحاب الشيكات راهم بوحدهم، الناس ديال الاعتداءات راهم بوحدهم، يعني ما كيكونش واحد الاختلاط بين ايوا. هادو هما المفاهيم اللي بغينا نصحوها اليوم بحضورنا معكم في المؤسسه السجنيه، على اساس بزاف الامور يعني كاشاعات كيتقالوا على اساس انهم لا راه كيتم الخلط في الزنزانه، ولكن اليوم بالحضور ديالكم يعني اكدتوا على انه راه كيكون تصنيف على حسب التنقيط، وفي يعني كل واحد على حسب التصنيف ديالو. نعم. ما كيكونش واحد الاختلاط. نعم. نمشيو دائما وحنا كنتكلموا على النازلات ديال المؤسسه السجنيه ديال المحليه ديال عكاشه، واش النازلات هما اللي تيقوموا بالاشغال ديال النظافه ديال الطبخ؟ يعني عطينا القواعد السجنيه اللي كتطبقوها معاهم هنايا، ولا كاين يعني كتشتغلوا مع مؤسسه خاصه هي اللي يعني اللي كتجيب الاكل وغيره؟ بالنسبه للاكل فهناك تفويت لشركه خاصه، يعني المندوبيه عملت بها التجربه هي اللي رائده في من نوعها. بالنسبه للنظافه هناك كلفه النظافه، يعني كتحدد واحد المجموعه ديال النازلات اللي كيدخلوا في كلفه النظافه، كيتخلصوا في الشهر وكيقوموا بالتنظيف. فيما يخص داخل الغرفه هما نفسهم كيخدموا نفسهم بنفسهم، يعني كيحسبوا راسهم بحال يعني عايشين عادي، يعني كأسره اليوم وحده كتقضي غدا الاخرى كتقضي، كيكون واحد التفاهم بيناتهم. وحتى ربما كيتساعدوا حتى ملي كيكونوا مثلا في دار الامهات، ملي كيكون كل يعني كل وحده عندها مثلا كل نازله عندها وليداتها، ربما تكون اليوم عيانه تقدر الاخرى تقبض ليها وليداتها على اساس هما كيعيشوا هاد هما كنحاولوا نديروا لهم داك سياسه التعايش بيناتهم يعني كأسره. انت كمديره يعني المؤسسه السجنيه وكذلك حتى الحارسات والموظفات اللي كنوجه لهم تحيه كبيره اللي كيشتغلوا هنا، اكيد على انه المهنه ديالكم كتفرض عليكم انكم تطبقوا القانون كما يجب، تكون فيه هو نوع من الصرامه في العمل والتفاني اكيد، ولكن فوقاش كتصبحوا يعني متعاطفين مع بعض النازلات لانه كتقوموا بالوظيفه ديالكم من جهه، ولكن انتم في الاول والاخير الا بغينا نقولوا يعني انتم يعني انسانه زوجة أم. نعم، هناك التعامل كيكون بواحد الشكل إنساني خصوصا مع المرأة لأنها من الفئات الهشة. فالمرأة من الفئات الهشة، لذا في القانون كنتعاملوا معها بواحد الشكل اللي هو إنساني، لأن ربما أن هذه السيدة كتكون عندها غالبا مشاكل عائلية، أو كتكون عندها واحد حالة الوفاة وهي داخل السجن، أو مرض، أو مشاكل زوجية، أو فقر، أو مشاكل أطفال. يعني هذه السيدة هذه مثلا اللي تعتقلت وخلت الأطفال ديالها يعني خارج المؤسسة، وربما تكون هي المعيل الوحيد لهذه الأسرة. فعلا. فكنربطوا الاتصال بمؤسسة محمد السادس باش هذوك الأطفال ما يبقاوش في الزنقة، ما يضيعوا لهاش وليداتها، وكذلك أنهم يحاولوا يجيبوهم لها إذا كانوا في شي خيريات
انهم يحاولوا يجيبوهم لها باش تشوفهم. بالنسبة للحس الإنساني احنا راه ماشي جايين ماشي كوكب آخر، احنا راه مع هاد الناس هادو راه كنشوفوا فيهم بناتنا خوتنا أمهات ديالنا. يعني واخا انتم كتشوفوا أساسا الناس ما كيشوفوا فيكم غير الانضباط والصرامة، في حين أنه راه كاين جانب العاطفي. وحنا الحمد لله حنا واخا جينا واحد المده قليله يلاه جينا، ولكن الحمد لله لمسنا هذا الشيء. يعني وانا حنا كنسق انا وياك قبيله يعني في المكتب ديالك شفتي كيفاش كتعاملي معاهم كيفاش كتسلم عليهم، واستاذه فاطمه بغينا هذه يعني كاين واحد، وحتى يعني الموظفات اللي كيشتغلوا هنايا كنشوفوا واحد البشاشه يعني في الوجه ديالهم الحمد لله. يعني كاين واحد تصور اخر بالنسبه للمؤسسات السجنيه، وضروري كيكون واحد العمل بواحد الشكل انساني واحد الحس انساني في التعامل ديالنا، في حين ان تطبيق القانون راه كتكون فيه واحد الصرامه. يعني مثلا كانوا اعتداءات بين نزيله ونزيله، راه حنا غادي نتكلموا على هذه النقطه فعلا، وغادي نتكلموا على يعني التكوين المهني الجانب ديال الدراسه والتعلم والتكوين المهني عند النزيلات، غادي نتكلموا على دار الامهات وامور اخرى غنرصدوا فيها واقع يعني المؤسسه السجنيه واقع النزيلات. دائما رفقه الاستاذه فاطمه اقبيش مديره المؤسسه السجنيه النسويه عكاشة عين سبع جوج، مازال غتكون حاضره معنا اخصائي نفسية غزال حجري باش نتكلموا على السند والدعم النفسي بالنسبة للنازلات. خليكم معنا دائما تخليدا لليوم الوطني للسجين مباشرة من المؤسسة السجنية المحلية عكاشة. خليكم معنا مستمعينا اوفياء البرنامج اللامولاتي والميد راديو، فاصل وراجعين. التحية الصباحية على كل مستمعات اللامولاتي ومستمعينا الاوفياء اوفياء ميد راديو فينما كنتوا من داخل وخارج المغرب، وتحية خاصة جدا لكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي كتسمعنا مباشرة عبر الانترنت على www.medradio.ma. نتمنى انكم تكونوا على خير. احنا دائما تخليدا اليوم الوطني للسجين اذاعة ميد راديو الاذاعة القريبة منكم دائما قريبة ومتواجدة مباشرة من المؤسسة السجنية المحلية عكاشة، دائما بحضور الاستاذة فاطمة اقبيش مديرة المؤسسة السجنية النسوية عكاشة عين سبع جوج. نرجعوا لموضوعنا، تكلمنا على بزاف ديال الامور اللي هي مهمة بزاف وبزاف الناس يبغيو يعرفوا ويرصدوا الواقع ديال النازلات يعني الجناح ديال النسوي. تكلموا شويه على التكوين المهني والدور ديال الدراسه والتعلم، شكون النازلات اللي كيستافدوا من التكوين المهني الا بغينا نقولوا من الدراسه من تعلم حرفه او صنعه اللي غادي تساعدهم بسهوله على انهم يكون اندماج بعد انتهاء المده يعني السجنيه. واش غير الناس اللي عندهم يعني مده طويله 10 سنين 20 30 سنه ديال العقوبه السجنيه، ولا هما من اللي كيجيو على اساس انهم يبغيو يتغيروا كيطلبوا يعني التكوين يبغيو يتعلموا حرفه كيمشيو ينسقوا معاكم، كيفاش كتكون يعني هاد الامور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المندوبيه نهجت واحد السياسه في واحد الاستراتيجيه ديال الادماج خاصه في برامج ديال التكوين والتعليم ومحو الاميه. بالنسبه لباقي السجون فمن ثلاث سنوات يعني الاقل فيما يخص النساء، فالجميع يستفيد من برامج التكوين والتعليم. واش نتوما اللي كتنسقوا معاهم على اساس كتقول لهم هادو هما القواعد اللي كاينه في المؤسسه السجنيه، ولا على حسب كتمشيو معاهم على حسب الاختيار ديالهم؟ الا مثلا باقي ما مستعداش نفسانيا كتقول انا باقي ما تقبلش على انني نازله هنايا في السجن، مازال محتاجه شويه ديال الوقت، مازال محتاجه شويه ديال الدعم النفسي، ما مستعداش انني نتعلم شي حرفه دابا او نمشي للتكوين المهني او نتعلم شي حاجه، ولا يعني كتمشيو على القواعد خاصهم يطبقوها، ولا يعني كيفاش نبغيو نعرفوا اكثر؟ قلت انها كانت تبدا واحد المجهودات اللي جباره في البدايه، كيكون واحد الابواب مفتوحه للتحسيس يعني تنحسوهم بمختلف الشعب اللي كاينين في المؤسسه اللي غتكون راه الاشاره ديالهم. بالنسبه كذلك الناس اللي كيكونوا باغيين يكملوا التعليم ديالهم يعني كنحسوهم وكنبينوا لهم بالمساطير باش اللي بغات تكمل قرايتها تجيب الوثائق وتكمل قرايتها. بالنسبه للشعب فاحنا في الاول كنشوفوا الرغبه ديال السجينه، يعني كتعرضي عليها واحد التسعه ديال الشعب كتشوفي الرغبه ديالها، وثم بعد ذلك كنشوفوا المستوى الدراسي لان كاين بعض الشعب اللي كتطلب واحد مستوى دراسي. ايوه واخا. من بعد ذلك كيتم التسجيل، يعني كنحاولوا نسجلوا جميع السجينات. وإلا رفضت مثلا شي وحده صافي كيبقى الاختيار ديالها. تيبقى الاختيار ديالها.
نعم طبقا الاختيار ديالك. الشيء اللي بغينا نعرفه اكثر نتكلموا على بعض الحالات اللي ربما انت كمديره المؤسسه السجنيه بعض الحالات اللي ايجابيه اللي كتشوفي على انها ايجابيه ربما جاوا دخلوا يعني من السنه الاولى كانت عندهم يعني امور لا اخلاقيه كيتعطوا المخدرات وغيره اقترفوا واحد الخطا اللي كيجي ويقضيوا مده ديال العقوبه ديالهم وحتى انه مع السنوات كتشوفوا كاين واحد التغيير ايجابي صبحوا ناس اللي هما ايجابيين وصالحين بسهوله انهم يندمجوا في المجتمع ملي يخرجوا مباشره. نعم هناك حالات اللي بقات لك يعني في نعم هناك حالات بالنسبه اللي خدوا دبلومات في التكوين المهني يعني في شعبه الحلاقه خاصه في شعبه العلاقه وفي شعبه ديال الخياطه كاين الدعم ديال مؤسسه محمد السادس يعني فتحوا لهم صالونات وخدموا وعيشوا اسر من خلال ذكر المشاريع ديالهم وكاين كذلك مشاريع ديال الفطائر يعني دوك الناس اللي كيصاوبوا المسمن يعني كيعطيوهم يعني كتكون عندها ديبلوم ديال الخبازه والحلويات او ديبلوم ديال الطبخ يعني كتمشي كتخدم على برا اما كيحاولوا يخدموها مع تريتور ولا يعطيوها يعني المشروع ديالها انها باش تبدا الحياه ديالها ونجحوا الحمد لله راهم كاينين حالات جيده في المجتمع يعني كاين نزيلات اللي في السنه الاولى يعني ما تقبلوش هذاك الواقع ومن بعد كتشوفوهم على انه الحمد لله تغيرات الامور حتى نتوما يعني كتلمسوا هذا الامر كتشوفوا انه تم التغيير بغاو يتعلموا ما بقاش يعني داك الا بغينا نقولوا يعني حاسين على انهم راهم في مؤسسه سجنيه بالعكس كيحسوا انهم راه جايين يعني يقضيوا العقوبه ديالهم يتعلموا ويكونوا مرتاحين. المؤسسه السجنيه المشكل اللي فيه هو الوقت يعني الا شغلوا داك الوقت الضائع اللي كيكون لان كنقولوا حنا السجن هو الوقت ما عنده باش غايدير بداك الوقت ولكن الا شغل داك الوقت فعلا يعني كيستافد من ديك المده الحبسيه يعني كيقول لك انا مثلا محكوم سنتين علاش ما ناخذ جوج دبلومات نخرج على الاقل برا نلقى باش نخدم ولقى باش الفراغ غادي غير يقتلهم يعني نفسيا فعلا وان حتى الفراغ كيكون قاتل وكيخلي حتى انه ديك النزيله كتبقى دائما تفكر بداك المشكل اللي دارت وعلاش درتو وندمت علاش اقترفت وخليت وليداتي او لا يعني الاسره ديالي فكيبقى دائما هاد الاسئله اللي كتبقى الاحساس بالذنب نعم داك الاحساس بالذنب يعني داك البرنامج اللي كتدخل فيه ديال التكوين المهني يعني كينسيها حتى القضيه اللي معتقله من اجل يعني كتقول لك صافي انا تشغلت انا خصني نتعلم واحد الحرفه نخرج نخدم بها على برا ما عندي ما ندير بهذا الشيء انا خصني نبدل داك الطريق يعني بزاف الناس اللي تصلحوا وعاد بعض النزيلات اللي ربما مثلا قبل ما تدخل المؤسسه السجنيه كانت مثلا كان عندها واحد يعني واحد الخدمه عاديه ولا خدمه مثلا اللي هي عارفه انها كتخدم فيها فملي كتدخل المؤسسه السجنيه مع هاد الاختيارات اللي كاينين لا سواء في التكوين المهني ولا غيره ربما كاين بعض النزيلات اللي غادي هما يكتشفوا شي هوايات ولا شي مواهب اللي ما كانوش عارفين فيهم ويقضوا بهذيك الموهبه ولا بهذيك الهوايه يخرجوا بواحد العمل اللي سهل انه مثلا يندمجوا. فعلا المندوبيه العامه لاداره السجون صدرت مجموعه ديال البرامج طيله السنه يعني عباره عن مسابقه في الرياضه يعني كاين اللي ما كتكتشف ان عندها واحد الهوايه نتاع الرياضه يعني داخل السجن كتبرهن كتفجر ديك الطاقه ديالها كاين بالنسبه كذلك في الرسم في الشعر في القصه انا كنت عندي سجينه كانت اميه ولات كتنظم الشعر وكدير القصه لان الكل تعجب منها لان الفراغ والوقت كيخليها انها تفجر واحد الطاقه ابداعيه يعني عكس خارج المؤسسه السجنيه يعني كتكون انشغالات اما انها قاعده ما عندها ما دير الا وكدير شي حاجه اللي هي مفيده واللي غتفيدها ملي غادي تنتهي يعني المده السجنيه ديالها. نرجعوا نتكلموا على جناح النزيلات الامهات وكيف ما قلتي على انه كاين النزيلات الحوامل مع الامهات نبغوا نعرفوا وتكلمي لنا على الواقع ديال هاد النزيلات الامهات الحوامل الوقيته اللي كيجيو على اساس انهم غادي يولدوا يعني الظروف اللي كيولدوا فيها واش حتى نتوما يعني بالعاطفه ديالكم من غير يعني الصرامه في العمل كتسمحوا لهم انهم يقوموا يعني بالطقوس العاديه المغربيه ديالنا ديال اي امراه ولدات نفيسه رفيسه وغيره من الامور ومن الطقوس. بالفعل دار الامهات قلنا سابقا هو جناح مستقل كيعني غير بالطفل والام وكيضم غير الامهات والحوامل وهو مجهز بكل ما تحتاجه الام والطفل. في الطفل حديث الولاده على صعيد الاجتماعي والنفسي والصحي ان المؤسسه كتامن لها الطفل واحد البيئه كتصف بالحد الادنى من البيئه الاسريه يعني
انه يستافد من ذاك الحضن ديال الام الدافئ، وان حتى من حق هذه السجينه انها تمارس الامومه ديالها كسائر الامهات. ماشي ان السجن كيمنع ما تحتفلش حتى هي بديك الطقوس ديال ديك المراه الحامل، يعني بالنسبه للحن حفل الحنه، بالنسبه لحفل العقيقه يعني دير حتى هي الرفيسه، وبالنسبه كذلك لحفل الختان داك التقيب ديال الودنيه ديال البنيتات، يعني كنقوموا بهذه الطقوس كاملين يعني باش هاد الام هذه حتى هي ما تحرمش من هاد المسائل كلها. وبالاضافه لهذا ان كاين مجتمع مدني اللي تيعاوننا في هاد الشيء، يعني الا كان مثلا بحال دابا مؤسسه محمد السادس كتقوم بعمليه الختان، يعني كتديهم للكلينيك، راه يمكن الا بقيت الاسبوع الماجي عندنا حفل ختان في اربعه ديال الاطفال، وعندنا جوج ديال بنات ديال السجينات اللي غادي نتقبوا لهم الودنين ديالهم، يعني كيكون داك الحفل وتيكون يعني بجميع الطقوس اللي حتى خارج السجن. وحنا كنتكلموا على النازلات اللي في دار الامهات، كيف ما قلتي تكلمنا على النساء النازلات اللي ربما يعني كيجيو قضيو العقوبه السجنيه ديالهم وكيولدوا في المؤسسه السجنيه. بالنسبه للنازلات اللي ربما مثلا تحكمت عليها وهي مثلا يلاه ولدات مثلا بشهر شهرين حتى لاربع شهور ست شهور مثلا، واش كتسمحوا لهم انه مثلا في ديك السنه الاولى انه ما عندهاش العمه ولا الخاله ولا غيره من الاسره اللي غادي يبقى هذاك الرضيع مثلا، وكتضطروا انهم يجيو واخا يمحكم عليها يجي ولدها يعني اللي ما ولدتوش في المؤسسه السجنيه؟ بالنسبه للسجينه الحامل هذه كتولد خارج المؤسسه، كتولد مستشفى عمومي ما كتولدش في المؤسسه، يعني كتكون ترتيبات انها تولد خارج المؤسسه. بالنسبه للي كتجي مرفقه بالطفل انها خصها تكون بعدا اولا عندها واحد الموافقه كتابيه من السلطه القضائيه باش هذيك الطفله او ذاك الطفل يرافق الام ديالو الى داخل المؤسسه السجنيه، يعني كيبقى معاه واحد المده ديال سنه او سنتين، يعني كاينه دور الحضانه في داخل يعني داخل دار الامهات، من بعد كيكون التسجيل ديالو في التعليم الاولي خارج المؤسسه، يعني كيقضي النهار كله على برا، يعني كيمشي كيقرا على برا بحالو بحال الاطفال، كيقضي النهار ديالو كله على برا، ما كيجي حتى الفتره المسائيه للمؤسسة السجنية. بالنسبة لواحد المسألة اللي ذكرتي وهي أن الطفل فاش كيتولد أو كيجي مرافق للأم ديالو كيقضي مدة ديال ثلاث سنوات، ولكن بطلب من الأم وبموافقة السلطة القضائية والسيد المندوب العام يعني كتحاول تمدد الى خمس سنوات، حتى الخمس سنوات. من بعد خمس سنوات يعني بعد خمس سنوات كتقوم الطاقم ديال المجلس، الطاقم ديال المشرفه الاجتماعيه انها كتحاول تشوف الجهه اللي غادي تسلم لها هذا الطفل هذا. فاذا كانت هذه الام السجينه عندها واحد الصفه قانونيه باش هذا الطفل تسلمه، يعني كاين الاب ديالو او العائله ديالو كيتسلموا يعني من له حق الحضانه. اما في حاله الى ما كانش عندها اللي غادي تسلمه فكتشوف واحد الجهه، يعني كاينه دار الام، كاينة دار الميمة ديال الأستاذة إنصاف، فكنحاولوا نرسبوا معاها نلصقوا معاها، وكيتولي داك الطفل كيجي كيزور الأم ديالو تقريبا مرة في جوج الأسابيع، كتجيبوا ديك الجمعية حتى لعند الأم ديالو كيزورها. وراه عندنا حالة هنايا ديال واحد الإبن تركيا كيجي كيزور الأم ديالو كيزور الأب ديالو اللي هما معتقلين بجوج. الله مدة ثلاث أشهر باش حنايا خرجنا هاد الطفل هذا، يعني من بعد خمس سنوات كيضطر يعني المؤسسة السجنية على أنه كنكاتبوا النيابة العامة، وكتجي الشرطة القضائية كتستمع للأم، يعني غتعطيها شكون اللي عنده الحق اللي غادي ينوب عليها مثلا اللي غادي ياخذ هاد الطفل هذا، إلا كانت عنده قلت الصفة القانونية فاش كياخذوا، ما عندوش فكنشوفوا مع دار الأم كتجي وهذا كله كيتم عن طريق مؤسسة محمد السادس. ولا سمحتي وحنا كنتكلموا نيتي على هاد النقطة يعني ديال الأطفال ديال النازلات، واش يعني النازل مثلا هذاك الطفل ديال ديك النازلة عنده الحق مثلا وصل ثلاث سنين وجات الخالة ديالو اللي ما قادراش أنها مثلا أنها تعتني به وتديه معها، ولكن بغات أنها مثلا تخرجوا ولو نص نهار، واش كديروا هاد الأمور ولا ما مسموحش نهائيا؟ لا بالنسبة للخالة ديالو أو العمة ديالو راه كتجي كتزورو تقريبا أسبوعيا، ولكن بالنسبة للخرجات
كنتكلفوا حنا بالخرجات مشاركة مع مؤسسة محمد السادس واللجنة الجهوية ديال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، كنخرجوا هذا الطفل هذا كيقضي واحد اليوم كله خارج المؤسسة، يعني يمكن الأسبوع الماجي راه مبرمجين ونهار الثلاث إن شاء الله أننا غادي نديو غادي نمشيو لمركم وغناخذوا لهم حويجات وغادي نديوهم نخرجوهم شوية نساريوهم وغادي يردوهم في آخر المساء. حتى واحد النقطة اللي بغيت نشير ليها بالنسبة لدار الأمهات، كيف ما قلتي تكلمتي يعني باستفاضة وشرحتي لنا أشنو بالتحديد النازلات أشنو كيعيشوا مع الأطفال ديالهم والمرحلة ديال الرضاع والمرحلة ديال الطفولة حتى لسن ديال يعني ديال 5 سنين. كاين فضاء خاص اللي هو دار الأمهات، واش يعني كاين ساعات معينة للنازلات كيخرجوا أنهم يلعبوا مع وليداتهم ويرجعوا يعتنيوا بهم يرضعوهم يرجعوا، ولا تيبقاو معاهم في هذيك الزنزانة؟ لا وخلف كيف ما قلت قبيلة دار الأمهات واحد اللي هي عبارة عن دار، يعني حتى البناية ما فيهاش المواصفات اللي كاينة في السجن، يعني دي قوة الأبواب وداك قوة المفاتيح، هو فضاء مفتوح ربما غادي تدخلي وتشوفيه، هو فضاء مفتوح وكيحاولوا هاد السجينات كيعيش عبارة عن أسرة، يعني حتى الطفل اللي كيكون كيمشي مثلا المدرسة خارج المؤسسة راه ما كيقول لهمش أنا راني كنسكن في السجن، أنا كيقول لهم أنا غادي لدار الأم ورجعي لدار الأم. دار الأم يعني حتى الاطفال اللي في العمر ديالو ما كيعرفوش بالله راه الطفل هذا راه كاين في السجن، لانه هو كينطق بدار الام خارج من دار الام جاي من دار الام ما كاينه في دار الام، يعني كان كنراعيو فيها حتى ديك النفسيه ديال داك الطفل. واخا زيدي تكلمي لنا على التنسيق اللي كتقوم به يعني مؤسسه محمد السادس للرعايه اللاحقه من اجل ادماج النازلات، تكلمت على بزاف النقط ربما شيري الامور اخرى اللي احنا مثلا ما تكلمناش عليها بالنسبه للتنسيق اللي كديروا المؤسسه السجنيه ومع يعني مؤسسه محمد السادس. بالنسبه للتنسيق مع مؤسسه محمد السادس كاين واحد طاقم اللي كيعمل تحت الاشراف ديال الاداره السجنيه، وفي نفس الوقت كيقوم بالتنسيق لانه ما كيخدموا بحال في الرعايه اللاحقه، يعني كيقوموا بالتنسيق مع مؤسسه محمد السادس، يعني في الوقت فاش كيكون واحد الاستماع اللي قلت قبيله ان كنستمعوا للسجينه بواحد الشكل فردي، كتقول لك انا عندي مشاكل، انا وليداتي خليتهم ما كاينش اللي غيقبلهم، انا اللي كنت مقبلاهم، انا هادي، يعني كنحاولوا نتصلوا بمؤسسه محمد السادس كيمشيو يشوفوا ديك الاسره ولا دوك الاطفال. بالنسبه كذلك في عند اقتراب الافراج، يعني كنحاولوا نسقوا واش هاد السيده عندها فين غتمشي، واش هاد السيده عندها ما دير، يعني كيكون واحد التنسيق بين مؤسسه محمد السادس والمؤسسه السجنيه. وقلت قبيله ان الحفل الختان هو قد تم التنسيق، يعني تم اشعار ديال المؤسسه اننا عندنا 4 ديال الاطفال وعندنا يوم وطني للسجين، فقامت انها غادي تكفن بالاعذار ديال هاد الاطفال هادو. كاين بعض النازلات اللي قضوا مثلا المده السجنيه ديالهم عقوبه ربما سنه فما فوق، رجعوا للاسف المره الثانيه او المره الثالثه، واش كتاخذوا بعين الاعتبار كانه اول مره غادي تشوفوا هذوك النازلات، يعني كتعطيهم فرصه وربما الفرصه الثالثه والرابعه على حسب هذاك الرجوع ديال المده السجنيه اللي غادي يقضيو، ولا كتاخذوا بعين الاعتبار على انه هذيك النازله ما خداتش العبره ما استفدتش من هذيك التجربه السجنيه ديالها؟ بالنسبة لحالة العود بعدا باش نشير ان حالات نعم حالة العود قليلة جدا في صفوف النساء، قليلة جدا في صفوف النساء، لان كنقول ان اعتقال الام كيتعتبر واحد الصدمة كبيرة انها غتخلي الاسرة ديالها وانها وصمة من المجتمع، وانها في حين ان حالة العود اللي كتشكل واحد النسبة قليلة، يعني رغم المجهودات اللي كتبدلها المندوبية واللي تتبدلها الادارة في المؤسسة فكتكون واحد الحالات ديال العود، وهذا راه ماشي كيف ما قلت هذا ما تيعنيش ان فشل ديال السياسه الاصلاحيه، وانما راه بزاف ديال المسائل اللي خلات هاد السيده هذه او هاد السجينه هذه ترجع فعلا. يعني كاين ظروف اقتصاديه، تفكك اسري، فشل في الدراسه، يعني فشل في الزواج، يعني مجموعه ديال المعطيات اللي كتخلي هاد السجينه تشكل حالات العود. بالنسبة لحالات العود يعني كانت كيكون الباب ديالنا مفتوح دائما مفتوح امام المعتقل للاستفادة كذلك من البرامج ديال التكوين وديال الانشطة الموازية والمواكبة النفسية كتكون عندها، بالخصوص كتكون عندها واحد المواكبة نفسية خاصة لان ربما ان عندها ظروف اللي انها كتحتم عليها انها ما عندها فين غتبقى، خاصها ترجع للمؤسسة السجنية. بالنسبة كذلك لها ظروف يعني قلت صعبة باش تعيش،
خارج المؤسسه السجنيه، وكاين بعض المشاكل اللي ربما نقول لك ان الادماج راه ماشي راه ما قضيه وطنيه، راه ماشي على ليست على عاتق المندوبيه او مؤسسه محمد السادس، يعني الكل يجب ان يتجند وينقذ هذا الفرد من الجريمه، ماشي بالضروره غير المندوبيه ولا المؤسسه، يعني حتى المجتمع المدني، الوزارات، نعم جميع الهيئات سواء حقوقيه او حكوميه او غير حكوميه، يعني كلشي يتجند لهذا السجين هذا باش ما يرجعش عاود للمؤسسه السجنيه. انا كانت عندي واحد الحاله ديال حالات العود، يعني مباشره فاش خرجت في الصباح ما مشات حتى البلاصه، في باب المؤسسة دارت الجريمة ورجعت، خرجت كتهرس في السيارات في باب المؤسسة، فاش جاو عندها الناس قالوا لها راه ديك السيارة تاع شي محامي راه غادي يدير لك التنازل، قالت له انا باغا نرجع لان عندي، لان انا كنت كنتعالج من واحد المرض ديال السرطان برا، ما كاينش اللي غادي يعالجني او غادي يقوم بيا، يعني ماشي بالضرورة ان حالة العود كتكون عن، يعني كتكون شي ظروف اللي هي قاهره كتخليها ترجع للمؤسسه السجنيه، على الاقل غتستافد من بزاف ديال الامور اللي ما غتلقاهمش الى القيادة. نعم هناك خدمات سجنيه وهناك الهشاشه يعني الاجتماعيه. غادي نختموا معك بواحد النقطه اللي يعني كانت ثارت تساؤلات كثيره، هو انه قانونيا تمنعات القفه عند انه العائلات ديال النازلات يجيبوا القفه ديالهم النازلات والنزلاء، كيفاش تعاملوا النازلات مع هذا الامر وشنو البديل اللي تقام؟ لانه تم يعني كنتكلموا على هاد النقطة، بزاف ديال الناس يقول لك لا ما كاينش بديل، ما كاينش شنو تعطاهم، كياكلوا غير هذيك الماكلة فقط اللي كتفرض عليهم، ماشي بحال مثلا كل واحد من الاختيار ديالو، ربما العائلة ولا الأسرة كانوا كيجيبوا أمور اللي ما كايناش مثلا. نبغيو نشيروا نتكلموا على هاد النقطة، أشنو دار كبديل ملي تمنعات القفة؟ قلت سابقا أن التغذية تم التفويض ديالها لشركة خاصة، يعني أن التغذية كاينة كما وكيفا، يعني متوازنة. بالنسبة للكبديل هناك متاجر داخل مؤسسة اللي به تقريبا جميع المواد اللي كاينه على برا وبالثمن اللي كاين على برا، يعني يعني مباشره الزياره كتدخل الزياره كتحط لها الزائره مثلا واحد المبلغ مالي، وكتحدد المشتريات في داك لوبون، وكتدخل السجينه بداك لوبون المتجر انها كتقدى داك المشتريات كامله، يعني تقريبا كل شيء المشتريات اللي كاينه خارج السجن راه كاينه في المتجر. على الاقل وفرتوا عليهم، على اساس كنعرفوا على انه ملي كنشوفوا ديك الصوره صراحه، يعني احنا على المستوى الاعلام اللي كنشوفوا الصوره ديال كل ام كل سيده جايبه ديك القفه ولا جوج ولا ثلاثه باش تكونوا ربما كيكونوا في مدن بعيده، يعني وفرتوا عليهم على اساس انهم غادي يجيو يتقداو بالامور العاديه، كل شيء متوفر، ما كاين لا ثقل ما كاين لا تماره ما كاين لا عناء ديال السفر. وحنا كنشوفوا انه بعد نوبات يعني ماشي ضروري النزيل او النزيله غادي تحكموا في المؤسسه السجنيه اللي هي قريبه للمدينه ديالهم. فعلا فعلا منع القفه او ادخال القفه الى المؤسسه السجنيه هي بشكل ايجابي، يعني لقات واحد الترحاب حتى من النازلات نفسهم، لانك كتقول لك انا الام ديالي فايته 70 وجايه متقله وداك الشيء، في حين انا اللي درت الذنب هي شنو دارت، يعني لقات واحد الترحاب من طرف النازلات، ما لقيناش صعوبه اطلاقا في منع القفه، بالعكس لقات الترحاب. لانه فعلا تحدى اي شخص كيف ما بغى يكون يعني في القوه ديالو يجي قدام المؤسسه السجنيه قبل ما تمنع القفه، ويشوف هذوك الحالات والطريقه كيفاش الامهات كيف ما قلتي او الاب مريض او لا عاجز، يعني انه يجي وكنشوفوه متقال وكيعاني لمده طويله، انه يجي صراحه ما يمكنش واحد اللي ما يتاثرش وما يدمعش وما يبكيش في هذوك الحالات. لا فعلا، لان كتشوفي في العمر ديال الوالدين ديالك نيتا هما متقلين، فعلا كبروا خصهم يرتاحوا حتى انه كيتفرض عليهم واقع اخر. لا فعلا فعلا. وبالنسبه قضيه اخرى هي حتى ان ديك المواد الغذائيه تقدر تتعرض للتلف، يعني في الصيف مثلا كتكون بايته شاده الطريق وجايه والنهار كله سخون، يعني داكشي كيوصل غالبا خاسر فعلا، يعني ها هي ضاعت في ديك الماكله لاش يعني اكسدات ولا فنوليو في سموم وفي امراض اخرى. فعلا الاستاذه فاطمه اقبيش مديره، وكذلك نشير حتى لواحد القضيه هي ان الممنوعات اللي كنا كنوجدوا داخل القفه احنا تهنينا منها، وهذه اللي هي بشكل ايجابي. ربما من خلال برامجنا ان شاء الله في العشيه غادي نتكلموا على هذه النقط القانونيه كيف ما قلتي، وهذه الامور اللي كانت ممنوعه واللي الحمد لله ملي يعني تمنعت القفه كان بديل اللي هو ايجابي لصالحنا المؤسسه السجنيه وصالح حتى دوك النزلاء وحتى الاسر ديالهم. الاستاذه فاطمه اقبيش مديره المؤسسه السجنيه النسويه عكاشه عين سبعجوج، كنشكرك بزاف على يعني هاد
النقط المهمة جدا اللي تكلمتي عليها وفهمنا منك بزاف ديال الأمور، وأكيد إن شاء الله غادي نديرو جولة باش الناس حتى هما يشوفوا يعني في فيديو من خلال إذاعة ميد راديو، من خلال موقع كيفاش بوان تي في، من خلال موقع لالا مولاتي بوان ام ا، أنهم نرصدوا ولو يعني جزء قليل يعني الواقع ديال المؤسسات السجنية ديال النزلاء وديال النازلات. شكرا لك بزاف الأستاذة فاطمة أقبيش مديرة المؤسسة السجنية. أنا بدوري كنشكرك وكنشكر البرنامج على الاستضافة. الله يبارك فيك. وشكرا. إذا مستمعينا أكيد على أنه مازالين مواصلين رفقة برامجنا المتنوعة من خلال برنامج لالا مولاتي، مازالين غنبقاو معكم حتى ل 12 إن شاء الله. غتكون حاضرة معنا من بعد فاصل غنائي، غادي تكون حاضرة معنا أخصائية نفسية، تكلمنا على بزاف ديال الأمور اللي كترصد الواقع ديال النازلات في المؤسسة السجنية عكاشة. دابا غادي نتكلموا على الجانب النفسي والدعم المعنوي. رفقة الأخصائية النفسية غزلان الحجري اللي غادي نتكلموا معها على الجانب النفسي دائما من خلال تخليد اليوم الوطني للسجين ومع إذاعة ميد راديو، الإذاعة القريبة منكم.